ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. انا اسفه للغياب الفتره الطويله دي. الفيديو ده مفضل وعزيز جدا جدا على قلبي. ليه؟ لان انا اخيرا جيت مصر وجبت المفكره بتاعت 2019. عايزه اقول لكم، انا حبيت بس اعمل لكم فيديو عنها كده، لان انا من الناس اللي كنت هنجن عليها. تمام، فاخيرا بقى جبتها طبعا بعد لف كتير وكده، والحمد لله ربنا خلي لي زوجي هو اللي جابها لي. فيلا بينا نفتح بقى مفكرة 2019 ونشوفها كده. الشكل ده اسمه يونيكورن. انا بحب جدا كل الاشكال اللي فيها شكل الحصان اللي هو اسمه يونيكورن، حلو جدا وانا بعشقه عامة. في ليها كذا شكل. تمام، سعرها كام؟ سعرها 145 جنيه. تمام، هو جابها لي من مكتبة الشروق، هتلاقوها. في ناس كتير ممكن ما يلاقوهاش، بس هي بالاكتر متوفرة في كل المحافظات على ما اعتقد، بس انا ما لقيتهاش في الشرقية. نفتحها كده بقى بالمقص بتاع ابني ونشوف ايه اللي موجود في المفكرة دي. طبعا احنا اتأخرنا 20 يوم، السنة بدأت النهاردة 22 يناير، فانا لسه جايباه. طبعا فاتني كتير جدا ان انا اكتبه فيها وحاجات كده، تبقى جاية على شكل كتاب بالشكل ده. تمام، هنفتح احنا. واو، بصوا ده طبعا شكل الاجندة من جوه، وجاي معاها زي كارت كده. تمام، بصوا شكلها عامل ازاي، والماتيريال بتاعتها حلوة جدا. هنفتح ونشوف ايه اللي موجود من جوه. تعالوا نشوف معاها ايه تاني. معاها كمان طبعا، بصوا انا جبتها عشان الحاجات دي كلها، عشان الاستيكرات. انا بحب، انا من الناس اللي بتحب الاستيكرز جدا جدا جدا. تمام، دي سعرها باليورو 7 يورو او 8 يورو. ممكن تجيبيها من على النت لو انت بقى في اي دولة زي حالاتي كده زي ايطاليا، فانت ممكن تجيبيها من على النت لو بتحبي تنظمي والشكل ده كله. بصوا ده بقى اشكال زي جلات كده بتاع يونيكورن. بصوا شكله عامل ازاي، حلو جدا، شوفوا. تمام، وده قلنا عليه الستيكرز، جاي معاها ستيكرز، جاي معاها كمان زي نتيجة كده ممكن تعلقيها بقى جنب التلاجة في المكان اللي انت بتشوفيه، مكتوب فيها ايام الاسبوع وكل حاجة. بصوا ومكتوب فيها كمان رمضان وعيد الفطر المبارك، يعني زي نتيجة كاملة. تمام، وهنا برضو دي طبعا ده فاصل الكتاب اللي بيتحط لو انتي بتقرأي بقى وتحبي القراءة زي حالاتي برضو، فتحطي ده فاصل الكتاب كده. تمام، دي بقى بصوا جاي معاه كمان 2 كده، ده الستاند ممكن احط عليه المجات او الحاجات دي، تبقى برضو حلوة. ودي زي نوت، بصوا ممكن بقى تاخديها معاكي وانتي نازله وتكتبي فيها الحاجات اللي انتي عايزاها، او مثلا هتعملي شوبينج وبتحبي تكتبي. انا من الناس اللي قبل ما انزل اشتري اي حاجه بحب اكتب كده، فبدل ما اشيل مفكره كبيره فدي حلوه جدا. شايفين شكلها تحفه تحفه بجد. ايه تاني موجود عندنا بقى؟ الخطط والبلاننج، الحاجات اللي انتي عايزه تعمليها في يومك، مكتوب ساتردي ساندي، ايام الاسبوع كلها طبعا بالانجلش. تمام، والحاجات اللي انت عايزه تعمليها. ده هنا زي دايت كده، بريكفاست. ده هنا مواعيد الفطار على ما اعتقد يعني. تمام، لو انت بقى من الناس اللي عامله دايت بتحب تنظم اكلها فدي هتنفعك جدا جدا جدا، جميله قوي. تمام، وبالخطط، يعني دي الخطط والحاجات اللي هتعمليها في اسبوعك، حلوه برضو. يلا بقى نفتح المفكره دي كمان ونشوفها. بصوا تبقى جايه بالشكل ده مغلفه. تمام كده، واو. بصوا بقى تعالوا نفتحها من جوه كمان. دي متلزقه كده، نشيلها كده بالراحه ونفتح بقى الاجنده. واو شكلها تحفه بصراحه، شكلها حلو جدا جدا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ يا رب تكون باينه لكم في الكاميرا. ده طبعا لو انت عندك ايفنت وحاجات بتحضريها، والمواعيد بقى عندك مواعيد، حاجات مواعيد مثلا دكتور، مواعيد لو انت عندك بيبيهات، مواعيد اي حاجه انت حابه تعمليها في يومك تنظمي يومك، فدي حلوه جدا. واو لا تحفه بجد.
بصوا كمان يعني عايزه اقول لكم الخامه بتاعت الورقه تحفه قوي، يعني جميله جدا جدا جدا. لا بجد شكرا مفكره على المفكره التحفه دي، والفيديو ده حبيت اعمله لكم لان انا مبسوطه جدا جدا بمفكره 2019، وعايزه اقول لكم ان انا لفيت عليها كتير فاخيرا جات لي، فحبيت ان انا كمان اعمل لكم فيديو. لو انتوا بتحبوا المفكرات او بتحبوا تشيلوا اي حاجه في الشنطه وبتحبوا تكتبوا البلاننج بتاعتكم ايه او خطط يومكم ايه، فحبيت ان انا اعمل لكم فيديو ده. فياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. اشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير، واستنوني بقى في حاجات كتير هعملها لكم في شقتي اللي في مصر على ما نرجع ايطاليا. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، باي باي.